زي ما انتم شايفين احنا هنا في غرفة الطرمبات، بتعتبر غرفة الطرمبات دي عنصر مهم واساسي في اي مشروع، وخصوصا المشاريع الكبيرة، سواء كان مصنع او مستشفى او فندق او غيره، عشان في حالة حدوث حريق لا قدر الله، بمجرد ما الرشاشات اللي هي السبرينكلرز تضرب، الطرمبات دي هي المسؤولة انها تمد شبكة الحريق في المشروع كله بالمية. هنشوف مع بعض دلوقتي مكونات غرفة الطرمبات، وبالنسبة للجزء الميكانيكي والجزء الكهربي، وهنعرف مع بعض السيكونس اوف اوبريشن بالنسبة للطرمبات بتشتغل ازاي، وامتى كل طرمبة بتشتغل، وبعد كده هنتعرف على الاشتراطات اللي لازم تتوفر في غرفة الكهرباء طبقا للـ NFPA رقم 20، او طبقا للكود المصري اللي بيحط الشروط الخاصة بغرفة الطرمبات. عندنا هنا ثلاث انواع من الطرمبات اللي اصلا لازم تتوفر في كل غرف الطرمبات، اللي هي الطرمبة الرئيسية عندنا الالكتريكال بامب اللي هي قدامنا، الطرمبة الكهربائية، وعندنا بعد كده الطرمبة التعويضية اللي هي الجوكي بامب اللي هي قدامنا دي، وتالت طرمبة عندنا اللي هي الديزل بامب او الستاند باي بامب. التلات طرمبات دول هم المسؤولين عن ضخ المية في شبكة الحريق في المشروع كله في حالة حدوث حريق، وبالتالي هم المسؤولين عن الحفاظ على ثبات الضغط، ضغط المية في الشبكة. طبعا بتختلف ضغط المية من مشروع لمشروع، هنا عندنا في المشروع ضغط الشبكة 10 بار، وبالتالي وظيفة الطرمبات دي هي المحافظة على ثبات قيمة ضغط المية داخل الشبكة، وفي حالة ان الضغط ده اتغير، طبعا هنتكلم عليها كمان شوية في الجزء الخاص بالميكانيكي، بيبقى في عندي مشكلة سواء تسريب او في سبرينكلر ضرب، وبالتالي الطرمبات دي بتبدأ تشتغل عشان تعوض المية اللي بتنقص دي والضغط اللي بيقل. هنتكلم دلوقتي عن الجزء الميكانيكي، ومعانا المهندس محمود، مهندس الميكانيكا اللي منفذ غرفة الطرمبات هنا، هيشرح لنا بالتفصيل وظيفة كل فيتنج من الفيتنج اللي قدامنا، والمسارات ماشية ازاي، وايه وظيفة كل جزء خاص هنا بغرفة الطرمبات. بس الاول كده هنشوف اللي اوت ويشرح لنا عليه، يقول لنا المسارات ماشية ازاي. ده كده اللي اوت الخاص بغرفة الطرمبات. اتفضل مهندس محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن غرفة طرمبات الحريق. الغرفة اللي عندنا هنا، انا هبتدي بس بالخزانين الاول، هما دول اللي انا هربط عليهم. سعة كل خزان حوالي 570 متر مكعب. يفضل في سيستم الحريق ان انت لما تحتاج تشوف انت محتاج كمية مية قد ايه، تقسم الكمية ديت على خزانين. الفكرة من القصة دي ان انت وقت ما بتحب تغسل خزان او تعمل عملية نظافة الخزان، يبقى انت معاك نص كمية المية اللي لو لا قدر الله حصلت حريق، يبقى انت مغطي المبنى او المشروع اللي عندك بنص كمية المية اللي محتاجها المكان. يعني في الاول هنبتدي، يعني انا حابب ان انا ابتدي من تحت لفوق في الخزان. عندنا في كل خزان من تحت في نقط درين، دي لو حبيت اعمل منها عمليه الغسيل والنظافه، وهوريها لكم هنا على الطبيعه. بعد كده انا عندي هنا الـ من كل خزان في السكشن لاين، واصل عليه بادل بيس، دي نقطه انتقال الميه من المبنى الخرساني لغرفه الطرمبات للشبكه بتاعت المواسير بتاعتنا. وعلى كل واحده في حاجه اسمها فورتكس بليت. الفورتكس بليت دي بتبقى جوه التانك نفسه، دي فايدتها بس ان انا بمنع عمليه اثناء سحب الطرمبات، بمنع عمليه حدوث الدوامات والكافيتيشن اللي ممكن يحصل للطرمبه. بعد كده بطلع بعد خط السكشن، انا بجمعه على هيدر واحد زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده ابتدي اغذي الطرمبات الحريق. طرمبات الحريق المعتاد في سيستم الحريق ان انا بيبقى عندي طرمبه كهرباء، وعندي طرمبه جوكي، وعندي طرمبه ديزل. في اوقات في بعض المشاريع بستغنى عن الطرمبه الديزل ديت، واركب مكانها طرمبه كهرباء تانية، بس لما اجي اغذي الكهرباء بتاعه الطرمبتين، يفضل ان انا، او مش يفضل، الصح ان انا بغذي كل طرمبه بمصدر كهرباء مختلف عن الثاني،
بحيث ان لو لا قدر الله اثناء الحريقه مصدر الكهرباء نفسه حصل فيه مشكله يبقى انا عندي مصدر تاني. لكن انا المشروع اللي عندي هنا الترومبه كهرباء، ترومبه جوكي، الترومبه الديزل. الترومبه الكهرباء والترومبه الديزل الاثنين نفس السعه الفلوريت. عندي هنا في المشروع بتاعنا الترومبتين 1250 جي بي ام عند ضغط 10 بار. الترومبه الجوكي عندي هنا بتبقى 10% الفلوريت بتاعها بيبقى حوالي 10% من الترومبه الكهرباء، والهيد بتاعها 110% من الترومبه الكهرباء او الديزل، لان انا عندي الكهرباء والديزل نفس السعه. هقول فايدة كل ترومبة او اثناء عملية التشغيل، هقول كل ترومبة ايه فايدتها بعد كده. انا بس بطلع من خط السحب عليه مجموعة محابس برضه هشرحها، هاخد بقى خط الطرد هجمعه على هيدر واحد. الهيدر ده بيطلع يغذي الشبكة عندي، الشبكة الرئيسية، وفي خط منه او خطين منه، خط منه طالع الخط الاولاني ده خط التست اند درين. ده فايدته بس ان انا ممكن اثناء عمليه تشغيل الترمبات لو انا لسه بعمل ستارت اب وعايز اجرب بس الترمبات ما تاخدش ميه في الشبكه، بقفل المحبس الرئيسي اللي طالع على الشبكه الرئيسيه وبفتح المحابس اللي داخله على خط التست اند درين بحيث ان هو يسحب من التنكات ويرجع تاني الميه في التنكات. يبقى انا اثناء عمليه بدايه التشغيل، بدايه الستارت اب بتاع الترمبات بتاعتي، بدل ما بضغط في الشبكه واحمل على الشبكه، لا انا بحمل بسحب من التنك وبرمي في التنك. وفي خط تاني هنا طالع من عند الترومبة الديزل، ده برضو رابط على البريشر ريدوسنج فالف. ده فايدته ايه؟ ان انا الستارت اب بتاع الترومبة الديزل لما تبتدي تقوم هي بتحقق فلوريت وهيد عالي قوي، فالبريشر ريدوسنج فالف ده بيهدد ضغط اللي طالع من الترومبة وبيرجع الفرق، يعني الضغط الزايد بيعديه من خلال المحبس اللي هنا يرجعه تاني للتانك الرئيسي بتاعي. وعندي بقى في الخزان برضو نقطتين مهمين، نقطتين الاوفر فلو، بحيث ان انا لما باجي املى ميه لو وانا بملى التانك في نقطه ملو، الخط الرئيسي خط التغذيه اللي جاي من البلديه. عندي على كل دخله خزان خط ميه هنا قطره 6 بوصه بيركب عليه عوامه ميكانيكيه. طيب لا قدر الله العوامل الميكانيكيه ديت عطلت وحصل فيها مشكله، الميه ما تطفحش من التانك من فوق، يبتدي يعدي الميه من خطين الاوفر فلو ويرميهم على ترنش جوه اوضه الترمبات، ومن الترنش ده على شبكه الصرف العموميه بتاعه البلديه. ده باختصار كده الرسمه اللي قدامنا، وهوريكم على الطبيعه بقى مجموعه المحابس بالسيستم نفسه شغال ازاي، وهنبتديها محبس محبس برضو. هنبتدي بقى نروح عند الشبكه اللي جوه الغرفه. زي ما احنا شايفين كده دي اول نقطه، زي ما اتفقت معاكم هنبتدي من تحت لفوق. دي اول نقطه جوه الخزان، دي نقطه الدرين، وبرضو هفتحها اجربها قدامكم دلوقتي. ده لو حبيت انا اغسل التنكات او اخطي التنكات اخطي الشبكه ديت من نقطه الدرين بتاعتي ديت اللي في الترنش، وبعد كده طالع على شبكه البلديه. بعد كده هنروح على خط السكشن لاين بتاعنا، الهيدر نفسه. ادي المحبس ال 12 بوصه اللي نايم على جنبه ده، ده على كل تانك محبس، بحيث ان انا لو حبيت اعمل عمليه صيانه لاي تانك من التانكين بقفل المحبس، بقفل واحد واسيب التاني شغال. وبعد كده عندي الخط الرئيسي ال 12 بوصه ده المجمع ده الهيدر اللي هيبتدي بقى كل ترومبه تسحب منه وتدي في الشبكه بتاعتي. هنبتدي بالترومبه الكهرباء، عندي على خط السحب بتاعها محبس بوابه، بحيث برضو ان لا قدر الله لو الترومبه الكهرباء فيها مشكله او في عمليه صيانه ما افصلش السيستم كله، يا دوب بس اقفل المحبس البوابه بتاعي. بعد كده عندي هنا الوصله المرنه ديت. الوصله المرنه ديت مش كل الناس بتركب وصله مرنه، ليها اشتراطات. اشتراطاتها ان هي تبقى ستانلس ستيل، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه امتى اركب الوصله المرنه؟ ان انا لو القواعد بتاعه الترمبات منفصله عن قواعد التنكات، ده كودد. لو قواعد الترمبات في اللبشه الخرسانه الاثنين على نفس القاعده
ممكن ما ركبش الوصله المرنه ديت. نفس الكلام على الترومبه الجوكي هناك اللي في النص، نفس الكلام على الترومبه الديزل. بعد كده بقى ناخد خط الطرد على كل ترومبه، عندي محبس عدم الرجوع عشان ما يرجعليش الضغط، طبعا الترومبه بتسحب وتضغط، ما يرجعليش الضغط اللي في الشبكه على الترومبه. بعد محبس عدم الرجوع عندي محبس بوابه برضو، ده فايدته برضو فصل، لو انا حبيت اطلع الترومبه الكهرباء، الترومبه الجوكي، الترومبه الديزل، بقفل المحبسين دول وافصل اي ترومبه منهم وابتدي اصين بحيث ان انا ما اخسرش الشبكه كلها. بعد كده عندي الهيدر المجمع، في بس اختلاف بسيط على عن الترومبات كلها، الثلاث ترومبات نفس خط الطرد ما عدا الترومبه الديزل، زي ما اتفقت معاكم ان في حاجه اسمها البريشر ريدوسنج فالف، ده اللي هو على العالي هناك جنب المدخنه، ممكن نقرب ونروح عنده. ده بس فايدته ان الترومبه الديزل لما بتيجي تشتغل، ده كده المحبس لعدم الرجوع. احنا هنا كده بقى المحبس البريشر ريدوسنج فالف اهو، زي ما احنا شايفين اللي فوق ده، ده اثناء تشغيل الترومبه الديزل الضغط بيبقى عالي، هي بتطلع ضغط عالي فبيتظبط بحيث ان انا الضغط الزياده بيرجع تاني على الخزان والضغط بتاعي الطبيعي رايح على الشبكه الرئيسيه. ده كده خط الطرد الهيدر المجمع. وبعد كده انا طالع على الشبكه الرئيسيه، عندي محبس 12 بوصه برضو محبس فصل، ده زي ما قلنا اتفقنا لو انا حبيت اعمل ستارت اب للترومبات جوه الغرفه بقفل المحبس ده واسحب وارمي في خط التست اند درين. خط التست اند درين اللي هو اللي احنا شايفينه ده اللي عليه محبسين بوابه وعليه فلوميتر، ده اثناء التشغيل بنقفل المحبس خط الطرد اللي طالع على الشبكه الرئيسيه وابتدي افتح كل محبس من المحبسين اللي موجودين قدامنا ده واظبط كميه الفلو واقراها من الجهاز ده، وان شاء الله برضه هقوم الترومبات وهحاول اوريكم انا بشغلها ازاي. بعد كده عندي بعد الفلتر ده انا مركب ايرفنت، كده كده الشبكه الرئيسيه بره عليها ايرفنت بس انا مركبه برضه، مركب واحد صغير هنا جوه الاوضه. ممكن نعرف يا باشمهندس محمود ايه وظيفه الايرفنت ده؟ ده لما بنسحب الميه من الخزان ونبتدي نضغط في الشبكه بيبقى في فقاطيع هواء يفضل ان انا اتخلص منها من الشبكه يعني. تمام. اهم خط بقى ده ما كانش موجود على الرسومات، خط السنسنج لاين اللي احنا شايفينه ده، خط النص بوصه اللي طالع بعد قبل محبس البوابه ده. الخط ده بيتربط على لوحه الكهرباء. ده فايدته ايه؟ او خلينا مكوناته الاول ايه؟ مكوناته محبس بوابه نص بوصه، محبسين عدم رجوع، واحد هنا اهو واحد هنا، الفرق ما بينهم ما يقلش عن متر ونص، ده كودك برضو. بعد كده بنروح على اللوحه الكهرباء عليها البريشر ترانسميتر، ده اللي بيترجم لي الضغط اللي في الشبكه اللي بعد طرد الترومبه على لوحه الكهرباء بتاعه الترومبه. وده ده كمالة الخط. وهنا هو رابط على اللوحة البريشر ترانسميتر ورابط على اللوحة جوه، وبعد كده ده محبس برضو نص بوصة، ده محبس درين بحيث ان انا لو حبيت ادرن الخط ده او افضيه. طيب المحبسين البول دول عشان لو برضو حبيت اعمل صيانة بقفل المحبس البول اللي قدام ده الصغير نص بوصة. طيب محبسين عدم الرجوع، محبسين عدم الرجوع بيبقى محبس اللي هو نص بوصة مخرومين، الطبلة بتاعتهم مخرومة خرم لا يتعدى الاتنين ونص ملي وبيركبوا عكس اتجاههم. طب فايدتهم ايه؟ فايدتهم ان انا لما الترومبة بتشتغل بتديني ضغط مرة واحدة، ده بيهدي الضغط ويعديه واحدة واحدة على البريشر ترانسميتر لان دي اضعف نقطة عندي وبتبوظ بسرعه البريشر ترانسميتر ده. فده فايده المحبسين لعدم الرجوع، وبيركبوا ورا بعض بحيث ان لو واحد فوت التاني شغال والمسافه ما بينهم ما تقلش عن متر ونص. كل خط ترومبه عليه السنسنج لاين سواء جوكي ديزل كهرباء بنفس الطريقه.
بعد كده بقى هنتكلم زي ما اتفقنا من تحت لفوق في التانك. احنا وصلنا لكل حاجه في خط الحريق، فاضل لنا دلوقتي الخط الماسوره المجلفنه الست بوصه ديت، ده الاوفر فلو بتاع التانك، وده قلنا لو المحبس العوامه الميكانيكيه اللي في الخزان عند نقطه الملو حصل فيها مشكله او حصل اوفر فلو، ما يغرقليش التانك من فوق من سطح التانك ويبتدي يصرف الميه على الترنش اللي احنا شفناه تحت ده. بس كده. تمام، شكرا مهندس محمود. ده كده كان الجزء الخاص بالفيتنج واعمال الميكانيكيه الخاصه بغرفه الطرمبات. في حاجه بس نسينا نقولها، اللي هو اللوحات دي بنراقبها بنظام الفاير الارم عن طريق مونيتور مديول بيدخل في اللوبه. طبعا بيبقى عندي نقط كنترول من فيها جوه اللوحه بوصل بيها نظام الفاير الارم عن طريق المونيتور مديول. طبعا دي بتبقى طبعا بتختلف من مشروع لمشروع، في احيانا بيبقى لازم اراقبها بنظام البي ام اس او نظام الفاير، فتبقى اشتراطات وطلبات للمالك بتختلف من مشروع لمشروع. هنتكلم مع بعض دلوقتي برضو على الجزء الخاص بالاعمال الكهربائيه او الكنترول الخاص بالترمبات دي. كل ترومبه زي ما قلنا ليها لوحه كنترول، لوحه الكنترول بتاعتها دي بتتبرمج عن طريق الشاشه، بقدر ادخل التايم بتاعها والضغط بتاعها اللي هو ضغط التشغيل وضغط الفصل والديلي تايم بتاعها. زي ما قلنا برضو الجوكي بامب ملهاش ديلي تايم، على طول بتشتغل لما الضغط يوصل ل 9 بار، لكن الديزل والالكتريكال ليها ديلي تايم. طبعا بيتحط والسيتنج طبقا لكل مشروع وطبقا لطلبات العميل. دي كده لوحة الكنترول الخاصة بالجوكي، واللي شفناها كانت خاصة بالالكتريكال، ودي آخر حاجة لوحة الكنترول الخاصة بالديزل الالكتريكال. وإن شاء الله احنا يعني هنعمل تجربة عملية إن احنا نشغل الترمبات ديت في مرة تانية إن شاء الله، وهوريكم برضو الدنيا بتشتغل إزاي ومين بيقوم قبل مين. في نقطة بس أنا حبيتها بس عايز أتكلم فيها، يعني ممكن أنا بس أنا نسيت أقولها، كودت برضو إن أنت لو أوضة الترمبات فيها ترمبة ديزل يتعمل لها شبكة رشاشات حريق زي ما احنا شايفين فوق. بس يعني تمام. ده اللي أنا كنت عايز أضيفه في المحاضرة دي. تمام، شكرا مهندس محمود. زي ما قلنا ان الشبكه عندي، شبكه الحريق في المشروع مصممه على ضغط 10 بار، وبالتالي الهدف من الترمبات زي ما قلنا هو الحفاظ على الضغط الشبكه دي عند ال 10 بار، واي انخفاض في ضغط الشبكه عن ال 10 بار ده معناه في تسريب او في مشكله. هنبدا باول ترمبه معانا اللي هي الترمبه التعويضيه او الترمبه الجوكي. هي من اسمها ترمبه تعويضيه، بتشتغل لما بيحصل تسريب في الشبكة والضغط بيقل عن 10 بار. بمجرد نزول الضغط من 10 بار ل 9 بار بتبدأ تشتغل مباشرة من غير ديلي تايم لحد ما ترجع الشبكة تاني لضغطها الطبيعي اللي هو ال 10 بار. يعني لو حصل تسريب في الشبكة أدى إلى انخفاض الضغط ده من 10 ل 9 بار هتبدأ تشتغل الجوكي عشان تعوض التسريب ده وترجعه تاني زي ما هو، وبعد كده بتفصل. الترومبه الجوكي دي ضغطها بيساوي ضغط الترومبه الرئيسيه اللي هي الترومبه الالكتريك اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه، وكمان بتشتغل بالكهرباء من مصدر طوارئ امرجنسي زي المولد اللي موجود عندنا في المشروع، وليها طبعا لوحه خاصه بيها، كل ترومبه فيهم ليها لوحه خاصه بيها. نروح دلوقتي للترومبه الرئيسيه اللي هي الترومبه الالكتريكال، بتشتغل لما ضغط الشبكه بينزل ل 8 بار. يعني احنا قلنا الجوكي بتشتغل لما الضغط بينزل ل 9 بار، دي بتشتغل لما الضغط يوصل ل 8 بار وبديلي تايم 7 ثواني. معنى كده ان في مشكله كبيره والترومبه الجوكي او التعويضيه ما قدرتش تغطي ان ده كده مش ليكج او تسريب، وبالتالي الترومبه الرئيسيه بتعرف ان في هنا مشكله، لما الضغط يوصل ل 8 بار تبدا تشتغل بديلي تايم 7 ثواني وتبدا عشان تزود الضغط بتاع الشبكه. اخر نوع عندي اللي هي الستاند باي بامب او الديزل بامب، بتشتغل لما ضغط الشبكه بينزل ل 7 بار وبديلي تايم 12 ثانيه. طبعا الديلي تايم ده والارقام دي كلها سيتنج بنحطها في
لوحه الكنترول الخاصه بكل لوحه. وده بيحصل كمان لما يكون في عطل في الالكتريك بامب، يعني الديزل بامب بتشتغل لو ان الكهرباء فاصله عن الالكتريك بامب وبالتالي ما اشتغلتش والضغط قل لحد 7 بار وما حصلش فيه اي تغيير، وبالتالي الديزل بامب بتعرف كده ان في مشكله في الالكتريكال وتبدا هي تشتغل عشان تكون مكان الالكتريك بامب، سواء بقى فيها مشكله او ان الكهرباء مفصوله عنها. الترومبه الرئيسيه او اللي هي الالكتريكال بنسميها الترومبه الرئيسيه او الديزل بتضخ عندي في الشبكه 1250 جالون من المتر. بتضخ عندي زي ما بقول لكم 1250 جالون بير مينت. كل ترومبه ليها لوحه كنترول زي ما قلنا راكبه قصادها متصله معاها عن طريق سنسنج لاين، اللي هو السنسنج لاين ده عباره عن ماسوره بتاخد جزء من الاوبوت الووتر اللي هي المايه الخارجه من الترومبه، باخد منها جزء عشان احوله للبريشر سويتش اللي موجود على لوحه الكنترول الخاصه بكل ترومبه عشان اقدر احول البريشر ده الضغط بتاع الميه لسيجنال، وبالتالي اقدر اتحكم في الترومبه دي اشغلها امتى وافصلها امتى. طبعا زي ما قلنا ده البريشر سويتش اللي السنسنج لاين داخل عليه، هو ده كده خط السنسنج لاين اللي هو جايب لي جزء من الميه بتاعت الخارج الترومبه ورايحه على بريشر سويتش اللي بيحول لي ضغط الميه ده لاشاره، ودي عندي نفس الكلام سنسنج لاين خاص بالجوكي بامب اهو وداخل على لوحه الكنترول بتاعتها، وفي عندي سنسنج لاين جاي من الاوت بتاع لوح ترومبه الديزل وجاي لي على البريشر سويتش هنا عشان يتحول لسيجنال وبالتالي اقدر اتحكم فيها. طبعا السنسنج لاين ده ممكن اخد لكل لوحه زي ما انتم شايفين، كل لوحه ممكن اخد لها سنسنج لاين من الترومبه بتاعتها، او اخد سنسنج لاين واحد واعمله زي بريدجات يبقى كومون، لكن هنا عندنا واخدين سنسنج لاين واحد خاص بكل ترومبه على حده وده افضل طبعا. دلوقتي هنتكلم عن شروط لازم تتوفر في غرفه الترومبه، غرفه الترومبات طبعا او غرفه الحريق البامب روم، سواء طبقا للكود المصري او سواء طبقا للكود اللي هو ال NFPA 20. من ضمن الشروط دي ان الترومبات المستخدمه في الاريجيشن اللي هي الري والدوميستيك اللي هي زي البوستر بامب لا تصلح ان هي تكون ترومبات حريق، يعني ما ينفعش استخدم بوستر بامب او اريجيشن بامب مكان الترومبات دي، الترومبات دي وظيفتها هي مسؤوله عن مخصصه لنظام الفاير سيستم. من الشروط برضو اللي لازم توفر في الترومبات الحريق انها تدينا معدل تدفق 150% من معدل التدفق المطلوب، وكمان ضغط لا يقل عن 65% من قيمه الضغط اللي اتصممت عليه شبكه الحريق. كمان لازم يكون في تهويه جيده لغرفه الترومبات، لو بصينا هنلاقي في اماكن فتحات اهي، لازم يكون في تهويه جيده وفي تكييف كمان، ولازم كمان من ضمن الشروط يكون في اضاءه مناسبه زي الاضاءه اللي في السقف، وفي نظام اطفاء حريق برضه موجود سبلينكرز عشان لا قدر الله لو حصل اي حريق في غرفه الترومبات. من ضمن برضه الحاجات المهمه اللي لازم تكون موجوده في غرفه الترومبات الكرين ده. الكرين ده وظيفته ان ممكن لو في صيانه في اي ترومبه منهم طبعا بسبب حجمها الكبير الكرين ده اقدر احركها من مكانها واجيبها عند الباب وبالتالي اقدر اشيلها باي ونش خارجي، فالكرين ده مهم جدا. لازم كمان يكون ليها نظام صرف للميه عشان في حاله الصيانه، يعني في حاله ان احنا بنفك المواسير دي او الفيتنج دي بينزل منها ميه، وبالتالي لازم تكون الغرفه ليها مكان صرف زي التشانل درين اللي موجود ده. وكمان يراعى ان طبعا الارض تكون جايه بميول بحيث تصفي الميه كلها على التشانل درين ده وخارج بره على ماسوره صرف او حاجه زي كده. على بدايه كل ماسوره سحب في الخزان بنركب حاجه اسمها انتي فورتكس بليت، دي لمنع حدوث دوامات، دي بتبقى جوه في الخزان، دي مش هنقدر نشوفها مع بعض بس هنا عندي ده الدخل اللي هو جاي من الخزان، عندي داخلين اللي هو جاي بعد الجيت فالف على طول، وبالتالي بنركب الانتي فورتكس بليت دي عشان تقلل لي الدوامات اللي بتحصل نتيجه سحب المايه من الخزانات.
وكمان يراعى ان تكون الخزانات دي خزانات المايه قريبه من طرمبات الحريق عشان تقلل ظاهره التكهف او الكافيتيشن اللي بتحصل في المواسير اللي هو حدوث الصوت وكده. كمان يراعى توصيل مدخله للطرمبه الديزل خارج الغرفه، المدخله دي وظيفتها عشان تخرج العادم بتاع الطرمبه الديزل وتكون مقاومه للحريق ويتم عزل كاسوره العادم دي زي ما انتم شايفينها قدامنا. طبعا لسه في الاعمال لسه ما خلصتش 100%، دي ماسوره العادم بس لسه ما اتعزلتش وخارجه بره الغرفه طبعا عشان تخرج العادم بره الغرفه. برضو من ضمن الشروط ان خزان الديزل ده من المفترض ان يكفي لتشغيل المضخه من 30 ل 60 دقيقه، وممكن كمان يصل ل 120 دقيقه على حسب درجه الخطوره واهميه المشروع. وطبقا للكود بيتم حساب حجم خزان الوقود كالاتي: 1 جالون لكل 1 هورس باور للطرمبه بالاضافه ل 10% زياده، بمعنى ان لو قدره الطرمبه 100 حصان هنركب خزان سعته 110 جالون. كمان بيتم تخزين طرمبات الحريق سواء الكتريك بامب او الجوك بامب من لوحات الامرجنسي اللي قلناها في اول الفيديو عشان اضمن انه في حاله انقطاع مصدر الكهرباء الرئيسي اقدر اشغلها عن طريق المولدات اللي موجوده في المشروع. ده كده كان بشكل سريع شويه نوتس وملاحظات عن مكونات غرفه الطرمبات وانواعها اللي موجوده في غرفه الطرمبات وايه وظيفه السنسنج لاين الموجود على كل خارج ترومبه ووظيفتها ايه في المشروع واهميتها بالمشروع. وطبعا زي ما قلنا في بدايه الفيديو غرفه الترومبات هي جزء مهم جدا جدا في اي مشروع. طبعا زي ما انتم عارفين ان السيفتي رقم واحد دلوقتي في اي مشروع وخصوصا المشاريع الكبيره. فاتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح اللي انا قلته وانتظروني ان شاء الله فيديوهات جديده.